قام في مصر وقعد في مصر حب الشعب المصري وعاش في مصر ومات يعني في مصر. قصة شخصية حقيقية. ده بالنسبة للمسرح، في مسرحية نفسك حرامي دي، ده إخراج عصام السيد، أنا اشتغلت معاه كتير قبل كده، عملنا أهل لبكوات وعملنا زكي في الوزارة وعملنا عملت كمان معاه الحادثة، مسرحية اسمها الحادثة كانت عاملة كامل، المسرحيات كويسة أوي. فا إمسك حرامي شخصية جميلة جدا وشخصية حلوة، والمسرحية دمها خفيف كوميدي لكن ليها برضه ناحية إنسانية بنعبر عنها، وهيوصل هتوصل للمشاهد في آخر المسرحية. هاجرس بنت الكاتب الكبير هاجرس، نسيت اسمها بقى، هاجرس اسم الرجل. سارة؟ هي أسئلة من الحضور، تفضلي. في